سعد اوقاتكم واجمل التحايا لورداتنا البريه. اهلا وسهلا فيكم في حلقتنا الثانيه من ورد بري، ورح نستكمل فيها ونحكي عن اجراءات تنفيذ النفقه. مش رح اطيل عليكم في المقدمات، لكن في البدايه خلينا رحب بضيفتي بالاستوديو الاستاذه فداء البرغوثي الاخصائيه في قضايا النوع الاجتماعي. اهلا وسهلا فداء. يسعد مساكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم. كمان بدنا نرحب بضيفتنا من محافظه الخليل عبر السكايب، طبعا نتعذر وصولها للاستديوهات في محافظه رام الله والبيره بسبب الاوضاع. نرحب بالاستاذه هديل الربعي، مدير الدائره القانونيه في صندوق النفقه. اهلا وسهلا استاذه هديل. اهلا فيك، يسعد مساكم ويعطيكم العافيه. استاذه فداء، رح ابدا معك. لما بتبدأ كباحثة حضرتك وإلك باع طويل في العمل مع النساء، وخاصة ممن يلجأن للمحاكم للحصول على حقوقهن، أكثر الصعوبات والتحديات اللي بتواجههم من خلال مشاهداتك، حطينا بالصورة أكثر. نعم، هلأ كثير من النساء اللي المهجورات أو نساء المطلقات أو نساء الحردانات بتعاني كثير من التحديات الاجتماعية، وهذا بخليها يعني، لأنه النظرة هي نظرة لا تخلو من الشك، ما بتخلو من الريبة لكونها مطلقة أو مهجورة، وهذا بخلي النساء تعيش في قلق دائم. بتتعرض النساء نتيجة هذا الطلاق إلى اللوم الكبير من العائلات، فبقيدوا عليهم الحريات، ممنوع تتحركي، ممنوع تطلعي تشتغلي، ممنوع تسكني لحالك، وتحديدا في الأسر اللي وضعها الاقتصادي كتير سيء، وانت ما بتقدر تلوم الأسر هون لأنه هي بتكون جاية مع أولادها ويدوبهم مكفيين حالهم. كمان في حالات الأسر الميسورة الحال نفس الإشي، النظرة الاجتماعية هالقد بتكون كتير صعبة وبتعرضوا لصور من الاضطهاد، بس هون الاعتبار اجتماعي، فبصف في بيضغطوا عليها، بيعاملوهم كخادمات هي وولادهم، حتى يخلوها إنه مثلا تنتظر أي عريس محتمل قادم عشان تتزوجه وتخلص من هاي النظرة الاجتماعية، لأنه العائلات ميسورة ويمكن مكانتها الاجتماعية وما إلى ذلك. أضف إلى ذلك العبء النفسي اللي بتحسه النساء، هي متروكة مهجورة، عندها أولاد، عندها مسؤوليات، بدها تكون الأب وبدها تكون الأم وبدها تكون تراعي النفسية اللي بتعرض إلها الأطفال كونهم متروكين من آبائهم، ونظرة المحيط ونظرة الأقران إلهم. فيعني بيكون في حالات من الأطفال اللي شفناهم يعني عايشين في عزلة، في تحطيم نفسي، هذا كله صار عبء على النساء، فما بالك مع التحديات اللي بتعانيها النساء. هذا أصعب إشي. غير هيك إنه هي أحياناً معظم الحالات بتكونش بتشتغل، فبتصفي شعري حالها عبء نفسي. نعم. على عائلاتها، وهذا بيخليها دائما تشعر بهاي، بتتعمق عندها النظرة الدونية، هذا قبل الوصول إلى المحاكم. قبل الوصول، هاي تمت كل هالضغط النفسي بيكون عليها قبل وصولها للمحاكم. أستاذة هديل، حابة أن تقلك بس بعد ما نسمع بعض الشهادات من ورداتنا البرية عن معاناتهم في هاي المرحلة، مرحلة الحصول على النفقة، حتى أرجع لك تقولي لي كيف ممكن ينفذوا حكم النفقة في حال الحكم. طبعا خلينا نتابع. الأب بالنسبة لموضوع النفقة هو متخلي عن أي إشي بخص الأطفال. الأولاد طلعت لهم نفقة من المحكمة الشرعية تقريبا لكل واحد 1000 شيكل، بيجيني فجأة لإنسان مقتدر اللي هو الأب وعيلته، إنه الأب طالب تخفيض النفقة لأنه هو غير قادر على إنه يصرف على هدول الأولاد. بكل أسف القضاء بوقف معه، بنزل النفقة للنص، مع إنه إنسان يعني من أكبر العائلات الموجودة في البلد. فوق محامية أم بدفع لها مبلغ وقدره لليوم، فوق كمان ما بدفع للمحكمة كل ما بروح، المحاكمين دفعت لهم مصاري، يعني كل حدا عم بدفع له مصاري وأنا مش عم يدخل علي، يعني لا متأخري ولا هو عم يدفع نفقة الأولاد، ولا هو مهتم أصلا لأي نفقة من النفقات الموجودة. يعني هو شخص غير مسؤول، وشخص إنه بحكي لك أنا ما رح أدفع وما حدا رح يلزمني.
بنبدأ بالآخر اللي حكته السيدة اللي كانت موجودة معنا، بتقول وما حدا بلزمني. صحيح ما في حدا بلزم الرجل بدفع النفقة لزوجته وأولاده؟ لا، القانون بلزم، وإحنا كصندوق نفقة بنلزم لما إحنا بنصير طرف في العلاقة. يعني هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات القانونية لازم الست تأخذ تسير فيها لحتى تقدر تلزم زوجها. في حال ما قدرت تلزمه عن طريق المتابعة مع المحاكم المختصة بدوائر التنفيذ، تلجأ إحنا إلنا لصندوق النفقة، بتقدم عنا بنوك معاملة وبتبلش تكون مستفيدة من عنا. إحنا بنحل محلها بالملف التنفيذي الخاص فيها بدوائر التنفيذ المختصة، وإحنا بنلزمه طبعاً بمجموعة من الإجراءات اللي بنتخذها بحقه، بس بنلزمه بعد مسار فعلاً هو طويل من المعاناة والملاحقة، وأحياناً هذا الموضوع بيوصل لسنين طويلة لحد ما يقدر يلتزم معانا. وهون بيجي دور الصندوق الإيجابي في دعم النساء. يعني إحنا ما بنس... أستاذة، يعني بعد معاناة طويلة زي ما ذكرتي، جميل دور صندوق النفقة بالنهاية إن بتنتهي هاي الرحلة من المعاناة، إنه في جانب إيجابي إنه صندوق النفقة بضمن إجراءات إن شاء الله بحلقتنا القادمة رح نحكي فيها بيستفيدوا من هاي الخدمات، لكن المعاناة بهاي المرحلة ليش الست لازم تمر فيها؟ شو أسباب أو تعذر تنفيذ النفقة؟ هلا أسباب تعذر تنفيذ النفقة بداية بعد ما تشتغل على حكم النفقة الصادر لصالحها، هي بتتوجه في المحاكم النظامية، دوائر التنفيذ المختصة، المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية عشان تاخذ إجراءات قانونية، وبالتالي تقدر تحصل قيمة هاي النفقة. هلا الأصل إنه المحكومة عليه بمجرد ما صدر حكم النفقة يلتزم فيه، بس للأسف يعني طبيعة المجتمع تبعنا، العقليات الذكورية الموجودة، هو فعلا هو مش عم بيلتزم معها، فبتضطر تحمل الحكم هذا وتروح في دوائر التنفيذ المختصة في المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية، وبتتخذ مجموعة من الإجراءات. هلا هاي الإجراءات بدها وقت، بدها جهد، بدها مصاريف، للأسف هي النساء اللي تتحمل هاي الأعباء. طبعا بداية بتاخذ الحكم، بتروح للمحكمة المختصة في دائرة التنفيذ، تطرحه للتنفيذ، تنفيذ الحكم بده مجموعة من الإجراءات، ابتداء من التبليغ اللي هو التبليغ المحكوم عليه، والتبليغ وما أدراك ما التبليغ، والمدة اللي بياخذها التبليغ. إذا كان داخل البلد معلوم محل الإقامة بياخذ وقت مختلف فيما لو كان خارج البلد، وإجراء مختلف مختلف فيما لو كان داخل البلد وغير معلوم محل الإقامة، مختلف فيما لو كان داخل البلد وبتهرب من التبليغ. يعني في البداية موضوع التبليغ لحاله هاي معاناة طويلة، يعني ممكن توصل موضوع التبليغ سنة كاملة وسبع أو ثمان أشهر وهو المحكوم عليه مش متبلغ. فعليا المحكوم إلها الست ما بتقدر تعمل أي إجراء لاحق لا تحصيل قيمة نفقتها بل ما يتبلغ المحكوم عليه بأي طريق قانون. يعني ما بعرفش هاي إيش بتتسمى في إجراءات القانون أستاذة هديل، ولكن هذا سبب يعني بيزيد من معاناة النساء، وكمان سبب بيجعل الرجال يلاقوها ثغرة إلهم يتهربوا من تنفيذ الحكم أو حكم النفقة. طبعا نوع من المضايقة بزيادة، على الرغم علمنا أنه المبلغ يدفع للسيدة في لحظة رفع الدعوة أو القضية. صحيح. نعم صحيح. أنا حابة أن أقول لك أستاذة فداء، تخيل الضغط النفسي اللي ذكرت لنا إياه في البداية مع الضغط المالي اللي بتتحمله من أعباء مصاريف، يعني السيدة اللي كانت إحدى ورداتنا البرية حكت، لكن أنه ومع كل هذا كيف بدها تكون؟ ممكن توصل زي ما قالت الأستاذة سنة ونص وسنتين، أنا أحد الحالات اللي مروا علينا سنتين لحين ما قدروا يوصلوا له. بالضبط. يعني أنا بدي أعقب على سؤالك وعلى الحالات اللي أنتوا عرضتوها، يعني المعاناة النفسية في المحيط القريب للست هو بنتقل فعلياً في المحاكم وأروقة المحاكم وبين مقدمي الخدمات. هم ما بيعتبروها قضايا ذات أولوية، مقدمي الخدمات في قوالب نمطية، في تحيز في نظام العدالة له أثار بعيدة المدى. خلينا نقول كيف النساء تتمتع بحقوقها، وإحنا ما بنحكي عن حقوق عادية، هي حقوق إلها علاقة باحتياجات يومية، أكل وشرب ولبس، وتحكم أطفالها بالمستشفيات، تعليم أطفالها، فأنت بتحكي عن احتياج يومي. الست واصلة يعني هلكانة،
بس بنحمد الله انه حتى لو تعذر التنفيذ انه في عندنا مؤسسه عامه مثل صندوق النفقه يعني عالج هاي القضايا وعالج يعني تعذر التنفيذ في المحاكم. استاذه هديل، ضمن كل هالضغوطات اللي حدثتنا عنها الاستاذه فداء، الضغوطات النفسيه والاجتماعيه، ذكرنا في خلال تنفيذ النفقة أو قيمتها اللي هي عادة بتكون ضئيلة، وحكينا عنها في الحلقة السابقة شبه مبلغ مقطوع حتى بيكون، إنه منفكر في قضية الخبراء. هاي ليش قضية الخبراء، وليش لازم الست كمان تجيب حدا يثبت إنه عنده دخل ولا ما عندهش، وقديش قيمة دخله، وبعدين بيطلعوا في مبلغ ضئيل جدا؟ شوفي هلا، قضية الخبراء هي مش مطلوبة بجميع أنواع النفقة، هي مطلوبة بقضية نفقة الزوجة في حال كانت في حال غياب المحكوم عليه، في حال رفع دعوة غيابية على المحكوم عليه موضوع نفقة زوجة، احنا بنطلب هون خبراء علشان الست تقدر تثبت قيمة الدخل، لأنه نفقة الزوجة بتنحق، يعني هي النفقة الوحيدة اللي بتم الحكم فيها حسب حال الزوج وأمثاله على أن لا تقل عن قدر الكفاية. نطلب الخبراء لأن المحكوم عليه أو المستدعى ضده اللي هو الزوج مش موجود، غائب، فإحنا بنطلب من الست إنها تحضر لنا خبراء بيعلموا بحال الزوج، مقدار دخله، وضعه المادي، التزاماته، عشان المحكمة تتمكن من فرض قيمة النفقة إلها. يعني زي ما حكيت لك إنه النفقة الوحيدة المرتبطة بحال الزوج هي نفقة الزوجة. نعم. طبعاً على أن لا تقل عن مقدار الكفاية. الخبراء او الشهود الخبراء بارش بتسموهم انتم يعني القانونيين، بتقاضوا نعم بتقاضوا مبالغ ماليه مقابل شهادتهم؟ يعني مش دائما، بس في الغالب بياخذوا، خاصه اذا اجوا من مكان بعيد. احيانا بناء على طلب مثلا للست ممكن تقول انه انا بدي خبير فلان لفلاني، حدا من قرايبه، ويكون مثلا هذا الزلمه موجود في بيرزيت، من بير زيت بده يجي على الخليل، بده مواصلات، بده يعطل شغله، فممكن المحكمة تحكم له 200-300 شيكل. وطبعا اللي بتحملها هاي النفقة إحضار الخبراء هم الست أو الشهود المحكوم إلها أو المستدعية اللي هي متقدمة الدعوة، هي اللي بتتحمل هاي النفقات، وعند صدور الحكم بتم الحكم فيها على المحكوم عليه، وبيكون في بإمكانها أنها تسترجعها عن طريق دائرة التنفيذ. يعني بديش أنسى العقبة الاقتصادية، يعني مشاعر النساء وهي قاعدة بتطارد عشان تحصل على حكم نفقة، هي مشاعر مش مرئية، مشاعر مخفية، وهو الناس بتفكر إنه هي إذا قدمت رفعت دعوة بحق عشان تحصل على حق النفقة سواء كانت زوجة أو لأطفالها، هي فعليا مش عشانها، هي عشان تقدر تعيش الأولاد. وإحنا بنطلع على الأولاد وبنطلع على الست مورد بشري، فأنا أقهر هذا المورد البشري اللي لو أتاحت له الفرصة، نظام عدالة، نظام عدالة قائم على الإنصاف وعدم التمييز وعدم القولبة الاجتماعية، إحنا مش الست لحالها بتتأذى، الست لحالها الست والأطفال اللي ممكن أنا أدفن طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم نتيجة التشويه والعزلة والإحباط اللي بيعيشوه. ففعليا مش الست الخسرانة، مجتمع بأكمله هو خسران. فبتم التعامل بتحيز لإنها امرأة، بس هي فعليا تبعاتها وعقباتها هي على كل المجتمع الفلسطيني، حتى على الأهل، حتى على مثلا انه تكون مثلا طاقه، ممكن تكون وحده لو في نظام عدالي قائم شعرت بالانصاف، هي قديش ممكن تكون راضيه عن حالها وواثقه بقدراتها. صحيح. وتطلع مثلا تقدم إشي وتربي اولادها بعيدا عن التشويه الاجتماعي والثقافي، فاحنا اللي خسرانين مش الست لحالها. تحيه لفداء، انا بشكرك انك اضاءت شوي الاطفال، هم يعني مهم ان احنا نحكي عنهم، حتى هم بعيشوا في نظره المجتمع، مش بس الام. صح. اللي بتعاني من نظرة المجتمع، حتى الأطفال حواليهم، إنه هم بيكونوا شعرين بنقص أو في شيء غلط، إنه أولاد المطلقة أو اللي بتروح المحاكم بتعايروا إلى آخره. هاي كمان بينعكس عليهم. الرجل حتى لما بيدفع النفقة هو بيدفعها لأولاده. بالزبط. حتى لو بيدفع لهاي السيدة لأنها بتربي أولاده. بالزبط. فأنا بيستغرب كيف بيفكروا الرجال لما بيحاولوا إنهم يقللوا من قيمة النفقة، وكأنها بتروح لحدا غريب، هم أولاده، ولو كانوا عنده بيته بصرف عليهم أضعاف. بالزبط. هذا المبلغ. بالزبط. على كل، عشان نتابع كمان شهادات من ورداتنا البرية، خلينا نتابع هاي الشهادات. إذا
إذا أنا بدي أثبت إنه زوجي بقدر يدفع نفقة أو إنه بقدر يطلع لي نفقة قبل الطلاق، هي نفقة زوجة قبل الطلاق، إنه لازم أنزل ناس فلازم أدفع لهم مصاري. طب أنا بدي أدفع، بدي أرفع قضية نفقة، أنا ليش؟ عشان أنا محتاج المصاري. لو أنا مش ما محتاج المصاري ما بقدم نفقة وبطارد في المحاكم، فاضطريت استقرض وادفع عشان يطلعوا ينزلوا من المحكمة حكمين، وبس الحمد لله لحكموا لي في النفقة، خلصت شغلة النزاع والشقاق، بلشت في قضية النفقة. رحت الشهر على مخبر الشرطة عشان يوقعوا لي انه احول لصندوق النفقة، يقولوا لي لازم نثبت انه مش في البلد. فقعدت سنتين أعاني في هاي الشغلة، من دوائر السير لدوائر الأرض عشان يدوروا إشي باسمه أو إشي زي هيك، أخذت اللي أنا قمت فيه من دون محامي. وفي الأخير قلت للشرطي يعني أنا أولادي ميتين من الجوع، أنا أضل أستنى فيه ولا تثبتوا لا تروحوا عليه ويضل يشرد، أنا فيش حدا أنه يساعدني في مصروفهم، يعني لا أهلهم بيسألوا ولا أبوهم، يعني أبوه موجود نفس البلد ومش بعيد عنهم. فقال لي خلاص وتعاون معي وقع لي إنه هو خارج، إنه هو تانجات في إسرائيل. بس هم المحاكم بيحكوا رمزية، بس هي مش رمزية، أقل ورقة بدك تطلعيها فيش إشي أقل من 20 شيكل، كل حركة بتعملها بدك تدفع 20 شيكل، هذا الحد الأدنى. وفي ورق كنت أحتاجه يطلب مني 500 شيكل، زي مثلا أوراق تنفيذ نفقة الزوجة، ادفع 500 شيكل عشان نبدأ بإجراءات تنفيذها. فهذا كله بشكل عبء وتحدي على الست اللي هي أصلا بمعاناة ومعيقات كبيرة، تيجي كمان معيقات أخرى اللي هي المعيقات المالية، عدا عن طبعا المشاكل اللي كنت أشوفها في 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 المحكمة. يعني إنه أنا موجودة وصح عندي محامية من مركز المرأة الإرشاد القانوني، ولكن برضو طليقي عنده محامي ودافع له بقطاع خاص، فهاد بيكون عنده القوة أكتر إنه ينصحه ويرشده إنه أي حقوق هي بدها إياها إحنا عنا إشي مقابلها نخرب عليها. يعني إذا هي بدها تطلب نفقة الزوجة مباشرة ارفع قضية نشوز. أستاذة هديل، أنا حابة أتعلق على شهادة السيدة اللي كانت معنا حول التنفيذ والتحالفات المحامين بين بعضهم أو القانونيين كيف بيصير. قال هي صحيح إنه بيكون هو عنده مقدرة مالية، بيكون له محامي من قطاع خاص قوي، هي بتر أحيانا تلجأ لمؤسسات أو جمعيات بتخدم النساء، فبيكون أحيانا بيضعف في موقفها. صحيح، للأسف في دعاوى النفقة دعاوى شائكة جدا، يعني ممكن الست تحصل على الحكم فيها في حال حضور المحكوم عليه بجلسة واحدة، وممكن خلال أسبوعين، ممكن خلال 3. لا، إذا المحكوم عليه كان صاحي وواعي وعنده محامي معني إنه يماطل بالإجراءات، تقدر يخلوا دعوة النفقة تأخذ 2 كاملات لحين ما يصدر الحكم فيها. كيف حكت الست مثلاً إذا هي بتطلب دعوة نفقة هو بده يدفع بالنشوز، بصير دفوع يتأخذ ماطل من إجراءات الدعوة، وممكن كمان يوصل الست لمرحلة يعني مش بس انها هي تأجل الحصول على حكم النفقة، لا كمان يضغطوا عليها تقلل القيمة، او يضغطوا على القاضي انه احنا يعني بدنا يعني بالتوافق بصير انها تقلل القيمة، بتزهق من المحاكم. مثلا بصير تقول لك انا برضى ب200 شيكل مقابل انها هالدعوة تخلص وخلص، انا زهقت، انا لي 2 رايحة وجاي، كيف حكت انا كل مشوار اقل شيء بده يكلفني 20 شيكل؟ طب اذا هي ما فيش عندها طعم اولادها، ما بدها تجيب مصاري لها رايحة جاي على المحاكم. صحيح صحيح، للأسف واقع يعني مؤلم. بس سؤال، في طرق بتستخدم قانونية من أجل ضمان في حال صدر الحكم ومرأة الفترة 30 يوم اللي هي اللي ممكن فيها يستأنف الزوج، في طرق من أجل تثبيت المبلغ أو إجباره على الدفع؟
خلص هو بمجرد ما يصدر الحكم الأصل إنه يلتزم فيه. ما التزم طبعا في طرق من خلال التوجه لدائرة التنفيذ المختصة كيف حكينا أول اللقاء. نعم. سواء كانت الشرعية أو النظامية بتنفذ الحكم زي ما حكيت لك. أول إشي بيصدر التبليغ. التبليغ ممكن إنه يتبلغ يعني خلال أسبوع أو 10 أيام أو سنة. ممكن يقعد يتبلغ سنة ممكن سنتين لغاية ما يرجع يعني التبليغ. بقصد إنه ممكن الحجر على ممتلكاته أو راتبه بقصد الحجر عن ممتلكاته أو راتبه أو منعه من السفر في حال استنكف عن الدفع؟ هي ما بتقدر توصل لمرحلة الحبس أو الحجز والبحث والتحري عن أملاك المنقولة وغير المنقولة قبل ما يتبلغ. لازم نمشي مرحلة التبليغ وبعدين بس عندك تقدر تعمل بحث وتحري عن أموال المنقولة وغير المنقولة اللي تشمل طبعا أراضي، سيارات، أموال سائلة في البنوك. طبعا بتقدر تصدر له أمر حبس حسب قيمة المبلغ بكون مدة أمر الحبس علشان تقدر تضغط عليه بالإجراء القانوني المناسب يقدر يلتزم معها بدفع النفقة. تمام، شكرا أستاذة. فداء في لقائنا الأخير أنا حابة نسمع منك كلنا والمشاهدين نصائح كيف تقدر الوحدة تتجاوز المرحلة اللي في مرحلة إن الحصول على النفقة وتنفيذ النفقة وتخرج من الضغوطات النفسية اللي بتعيشها. طيب أنا دائما بحب الصورة الإيجابية، يعني أنا بدي أخلي كل النساء اللي مثلا عندها قضايا منظورة في المحاكم يعني حتى ما ترهق هاي الإجراءات تفكر إنه هي لو حصلت على النفقة مجرد حصولها على النفقة هو رد اعتبار إلها ولكرامتها ولولادها، إنه هي تدخل سلطة قضائية أو تدخل مثل مؤسسة عامة مثل صندوق النفقة في قضايا الحيز الخاص اللي بيعتبروها حيز خاص هو أولى النساء وبمنحها قدر على التفاوض، إنه أنا قدرت أنت تركنا حجرنا تارك مسؤولياتك تارك أولادك بس في حيز عام سلطة قضائية سواء ممثلة بدوائر التنفيذ أو بصندوق النفقة قدر يجيب لنا حقنا. شوفي هذا قديش بينعكس على أنه يعطيها قوة. نعم. بتصير هي مرئية، مش بس مرئية قدام حالها، مرئية قدام المحيط، هيها في انتظام شهري للنفقة بلا بلا بلا، قدرة الطول من عينه، بديش أحكي بس هو لأنه تاركهم، نعم. مقهورة لأنه تاركهم هو وأولاده. وكتير فخور بالضبط إنه يعني هو فكر إنه إذا نقص 100 شيكل ولا 500 شيكل هو مش يعني انتصار لإله، هو قهر لأولاده، فبالتالي هي إذا اتحملت هاي الإجراءات طبعاً مع إصلاحات الإجراء إصلاح الإجراءات اللي بتصير في نظام العدالة المسار الطويل هذا أنا معه، نتطلع وين بالضبط الفجوات بتصير ونتطلع عليه، بس أنا بالمقابل حتى النساء ما يعني فوق ضغطها النفسي ما تتعب، لا تفكر بالإشي الإيجابي، تفكر إنه هي بتقدر تتفاوض عشان تاخد حضانة أولادها، تفكر هي بتقدر تتفاوض حتى تجيبه لعندها وتلم عيلتها وتحضن أولادها. أحياناً بيقولوا إنه النفقة هي اللي بتخلي النساء تتطلق إذا كانت مهجورة، هو لا، هو فعلياً لما تتدخل سلطة قضائية أو صندوق النفقة هو بيعطي مرئية وبيشوفها بشكل تاني أقوى، بتكونش هي دونية، لا هي قدرت تاخد، بطلت عالة على أهلها، بطلت عالة على أهل زوجها، بطلت عالة على المجتمع، فبالتالي في شعور بالفخر. فأنا بقول خلينا إحنا يعني بالرغم من هاي الإجراءات لازم تتصلح، بس كمان نشوف المشهد الإيجابي، لأنه النساء لما تاخد النفقة وتحصل على النفقة بشكل شهري هي أمنت احتياجات أولادها النفسية والمادية وكل إشي، وهي أصلا صارت يعني قوية بينها وبين حالها، في أكثر ثقة، بطل في هذا القلق والخوف. فأنا يعني بقول إنه النتائج والثمار تقبضها لما هي فعلا تحصل على النفقة. صحيح. كلمة أخيرة أستاذة هديل، نصيحة توجيها للنساء عند لجوءهم للقانون بإنصافهم. عند لجوءها للقانون أول إشي بدها تكون متحلية بالصبر لأنها تعرف إنه الإجراءات القانونية طويلة. ثاني إشي المفروض هي قبل لا تلجأ للقانون تكون مستشيرة حدا يعني مختص علشان يعطيها الحقوق اللي هي بتستحقها والطرق اللي هي ممكن انها تلجأ لها. طيب بشكرك كثير استاذه هديل، وانا هاي القضيه حابه يعني اكد عليها ان اليوم صارت وسائل ومؤسسات كثير بتنزل منشورات عبر الانترنت، يعني انا نفسي يعني قراتها قبل ما عدي الحلقه صرت اعرف اشياء كثيره، فبعتقد انه صار بمتناول اللي اغلب السيدات بديش اقول الجميع انه بيقدروا يتثقفوا ويعرفوا حتى قبل انه ما يوصلوا لحد مختص في القانون ممكن ياخذ منهم معلومات، هذا شيء بيساعد التثقيف كثير مهم.
طيب أنا بشكركم في نهاية لقائنا أستاذة فداء البرغوثي وأيضا أستاذة هديل الربعي، شكرا كثير. ولكم مشاهدينا الكرام بشكركم على كرم المتابعة، وألف تحية لورداتنا البرية، وإلى اللقاء من ورد بري.